Thank you.
الحمد لله على التعادل هذا اللي حققناه في الدقائق الاخيره، وين مقابله ما كانتش سهله كونتر ادفيرسال اللي لعبوا دي جوار اللي حوسوا يبروفيو يبينوا واش عندهم. الحمد لله احنا اليوم كما شفتوا لعبنا الكره تاعنا، حطينا بالون ليسونسيال كيما نقولوا، الاهم ان ما خسرناش المقابله هذه، وبينا باللي للشعب هذا والجماهير هذا مالغري كيما نقولوا انا ماناش خالصين، نسالوا بزاف دي بريم، مي كيما نقولوا لعبنا على الكولير حتى الدقيقه التاليه. يعني التعادل بديتو الانصار بيان سير، هذا التعادل نهدي الانصار، ونتمنى من السلطات هذو اللي راهم واقفين على الولايه هذا، باسكو ليكيب هذه عندهم غير فريق تاع جمعيه شلف، هو اللي كيما نقولوا هو كل شيء للانصار هذا. ان شاء الله نتمنى يوقفوا مع الفريق هذا ويعاونوه ماديا، باسكو الفريق راهو في ازمه كارثه. بونسوار ماركو، تشوفوا الماتش تاع اليوم، لعبنا كنت فريق وليد الجزائر، فريق يطبق كره جميله، حنا درنا اللي علينا باش خلطوا 3 فوا هنايا، علاش نقطع فيها خير، ان شاء الله في السياسي نجيبوا 3 فوا من تما باش نكملوا في احسن ظروف ان شاء الله. فريق كما تشوفوا الفريق الوطني البارح ادى مقابله جيده، وين ربحوا 2-0، ان شاء الله نتمنى لهم يكملوا كيما هكا ويفرحونا ان شاء الله. المستوى تاعي قيم ولا الحمد لله، درت لي عليا مديت لي كيف انا، ان شاء الله كمل كيما هكا العام الجاي ان شاء الله. الحمد لله على النقطه اللي حققناها اليوم، ما غير كنا معاونين على ثلاث نقاط، نشكر الزملاء على المجهود.